منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي المتوسط ابتداء من ظهر الجمعة، متواجد حاليا بين جزيرة كريت وجنوب تركيا. تأثيره على لبنان بيبدأ ابتداء من ظهر الجمعة بانخفاض درجات الحرارة اللي هلأ هي حاليا على الساحل بين 17 و 26 درجة، بكرة ابتداء من الجمعة بتصير بين 14 و 24 درجة، ونهار السبت بتصير بين 13 و 22 درجة. يعني انخفاض مستمر درجة الحرارة بالأيام القادمة. أمطار غزيرة لكن ابتداء من ظهر الجمعة. تساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق بالمرحلة الأولى. يتدنى مستوى تساقط الثلوج إلى حدود 2000 متر ليل الجمعة السبت، حيث تشتد غزارة الأمطار وانخفاض درجة الحرارة. بيكون في عندنا ضباب ويكون في عندنا أمطار غزيرة واشتداد سرعة الرياح بشكل مؤقت من وقت لوقت حسب الغيوم الموجودة. تساقط الأمطار بيستمر قبل ظهر السبت مع استمرار انخفاض درجة الحرارة التي تنخفض تحت معدلاتها الموسمية هالمرة، اللي هو معدل موسمي عادة لشهر تشرين تاني هو من 20 ل 25، بنصير تحت معدلات الموسمية بنصير تقريبا من 16 إلى 21 درجة تقريبا نهار السبت. على المرتفعات بنصير من 10 إلى 15، وبالبقاع بنصير من 8 إلى 16 درجة. أما بالنسبة لنهار الأحد تخف حدة الأمطار صباحا بعد ما تكون انحسرت تدريجيا ليل السبت الأحد، تعود الأمطار بشكل خفيف شوي ليل الأحد الاثنين.